السلام عليكم الابطال كنتمنى تكونوا بالف خير اليوم عندنا اخبار على بنيامين بوشواري واسماعيل سيباري وكذلك غادي نشوفوا كلام المدرب الفرنسي كلود لوروا على تطور الكره المغربيه ندخلوا في الموضوع اللي غادي يكون باختصار كيف العاده غنبداو بالاخبار اللي كتخص بنيامين بوشواري بحيث نشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي مقال على اللاعب المغربي واكدوا في المقال ديالهم ان بنيامين بوشواري ولا محط انظار عده انديه في الدوري الاسباني والدوري الفرنسي وهذا الشيء راجع للمستويات الكبيره اللي كيقدمها مع نادي سانتيتيان الفرنسي واشار نفس المصدر الى ان اهتمام ديال الانديه باللاعب زاد من وراء ما تم استدعاء ديالو للتمثيل المنتخب المغربي. بين قوسين بالضبط الوديتين ديال بيرو والبرازيل وخلاصه المقال اللي داروه هي ان بقاء اللاعب المغربي بنيامين بوشواري مع نادي سانتيتيان تيتيان الفرنسي الموسم المقبل امر مستبعد بمعنى ان كين امكانيه كبيره ان اللاعب غينتقل اذا هذا الشيء اللي كان بخصوص بنيامين بوشواري كنتمنوا ليه كل التوفيق ندوزوا الكلام المدرب الفرنسي كلود لوروا وهو من كبار المتخصصين في شؤون الكره الافريقيه هذا المدرب الفرنسي تكلم على الكره المغربيه تصريحات وكالات الانباء الرسميه ماب فلومبي وقال هناك استثماريه على مستوى النتائج بالنسبه للمغرب بفضل برامج تطوير الرياضه التي تم اعتمادها قبل 15 سنه ولا سيما كره القدم وذلك مع اطر تقنيه وطنيه عملت على هيكله كره القدم في البلاد وقد تبين في اخر المطاف ان هذه الاستراتيجيه فعاله للغايه واضاف المدرب لوروا الفائز بكاس افريقيا مع منتخب الكاميرون سنه 1988 بالمغرب هناك علاقه بين الاستثمارات التي التي قام بها الملك محمد السادس في مجال الرياضة في السنوات الأخيرة والنتائج الحالية لكرة القدم المغربية بين قوسين هنا في إشارة الأكاديمية محمد السادس وكذلك تكلم على حوايج مهمين بحل البنية التحتية اللي كتوفر على المغرب الملاعب ومراكز التدريب والتكوين ديال المدربين وفي آخر الكلام عبر على الإعجاب ديالو بالناخب الوطني وليد الركراك هذا الشيء لاحظناه وتا واحد ما ولكن مازال خصنا بزاف على سبيل المثال من الحوايج اللي خاصينا المنظومة التحكيمية خصها تعاود تهيكل بتصريحات إسماعيل الصباري لصحيفة الجديد واللي قال سعيد بحضوري في الدوري الهولندي اريد مواصله العمل من اجل تحقيق حلم اللعب مع المنتخب المغربي الاول فمثلما نجحت مع المنتخب المغربي الاولمبي مؤخرا اريد النجاح مع منتخب اسود الاطلس تحت قياده المدرب وليد الركراكي وتابع السبار الحديد ديالو قال اريد انهاء هذا الموسم على اعلى مستوى في الدوري الهولندي بعد ذلك احلم بالاحتراف في الدوري الانجليزي ساواصل العمل من اجل تحقيق هذا الحلم اذا الشيء اللي كاين كنتمنوا يحقق الحلم ديالو وصلنا للنهايه ديال الفيديو الى مازال ما ضميتش ما العائله فوتفليكس رجع البوطونك حلا بيضاء وهنت معنا كان معكم اخوكم محمد من قناه فوتفليكس صلوا على رسول الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوه